وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار عضو مجلس الشورى السيد أحمد الحداد. نرحب بك سيد أحمد في الاستوديو. ونبدأ الحوار قد يكون بما انتهى إليه التقرير في الوقت الذي ترفض فيه الدوحة الدعوات من دول المنطقة لوقف تمويل الإرهاب ودعمه توافق على طلب واشنطن. برأيكم ما سبب هذا التناقض في الموقف القطري؟ طبعا يعني يوم أمس وقعت الولايات المتحدة وقطر مذكرة تفاهم حول مكافحة الإرهاب في العالم بشكل عام، وطبعا بعد فترة وجيزة الدول الأربع اللي هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر أصدروا بيان يذكرون فيه بأن هذه المذكرة ليست كافية، وأن على قطر أن تقوم بتنفيذ ما جاء من مطالبات بالنسبة لهذه الدول، وهي 13 طبعا مطلب. ربما يعني وزير الخارجية الأمريكية في هذا الخصوص يقوم بجهود لإيجاد أرضية مشتركة بين الدول الأربع ودولة قطر حتى لا تتفاقم هذه المشكلة وتصل إلى ربما يعني جزئية لا يحمد عقباها مثلا. فالولايات المتحدة لها مصالح كبيرة في الخليج، وهي صديقة إلى الدول الأربع زائدا قطر. طبعا قطر تحتضن أكبر قاعدة في العالم للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة لها مصالح اقتصادية كبيرة في الخليج، والخليج طبعا وجهة اقتصادية بالنسبة للعالم وفيه استثمارات كثيرة ومهم جغرافيا واقتصاديا، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرط بالأمن والأمان في هذه الدول. ومن هذا المنطلق هي تحاول أن تجد أرضية مشتركة بين دول الخليج اللي هي الأربع من جهة ودولة قطر من جهة أخرى، لتحفظ أولا علاقاتها مع هذه الدول وقطر، ولا تصل إلى صيغة ربما تكون مقبولة لجميع الأطراف المعنيين في هذا الشيء. نعم، ولكن قبل أن تكون هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي كان هناك محاولات أو وساطة كويتية من الداخل الخليجي، ولكنها لم تنجح في تقويم سلوك الدوحة. ما الذي يجعل الوساطة الأمريكية الآن ربما أكثر نجاحا من سابقها؟ يعني أخت مريم، ليس هناك من ضرر بأن يعني دول الخليج وسمو أمير دولة الكويت قام بجهود مشكورة، وهو كان موقع أحد الموقعين على اتفاقية 2013 و2014 بالنسبة للشروط التي وضعتها وافقت عليها قطر أو البنود. ويعني نحاول أولا في البيت الخليجي، وإذا لم ننجح ليس هناك من ضرر أن تأتي دول أخرى المساعدة. مثلا كان وزير خارجية ألمانيا موجود، كان وزير خارجية بريطانيا موجود، والآن عند وزير خارجية الأمريكي موجود، وهناك أخبار بأن وزير خارجية فرنسا سوف يزور المنطقة. جميع هذه الجهود تصب في محاولة حلحلة هذه المشكلة. وإذا سمحت لي في نقطة مهمة، أعتقد بأن هناك بوادر لحلحلة هذه المشكلة. أبدأ أولا بالنسبة إلى وجود دولة قطر في مجلس التعاون. حتى الآن ما زالت دولة قطر كما هي، لا دولة قامت باتخاذ أي إجراء للانسحاب، أو الدول المعنية لم تقم بأي اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. هاي نقطة. نقطة ثانية، الأخبار أمس تقول بأن القطريين في أمانة المجلس التعاون الخليجي رجعوا الرياض، يعني السعودية سمحت لهم بالرجوع إلى الرياض، فهذا شيء جيد ويحسب للمملكة العربية السعودية. النقطة الثالثة هي أن قطر تزود أبوظبي ب40% من احتياجاتها من الغاز للكهرباء. قطر لم تقم بقطع هذه الإمدادات، وهذا شيء جيد. نقطة أخرى أخت مريم، دبي تعتمد 30% من مصادرها الغاز الكهرباء من قطر، قطر لم تقم بقطع هذه الإمدادات. نقطة مهمة بس إذا سمحتي لي، رابع نقطة، ناقلات النفط والغاز في الخليج تنتقل من ميناء إلى ميناء، فهي تحمل الغاز والنفط من ميناء قطر وتذهب إلى السعودية وتذهب إلى الإمارات بدون أي مشاكل. فإن شاء الله تكون هذه بوادر خير
وبركان حل حالتها. نتمنى أن تحل هذه الأزمة، ولكن قطر وقعت في السابق ورأينا جميعا الوثائق التي عرضت وظهرت قبل يوم حتى من هذه الزيارة، وقعت في السابق في 2013 على اتفاقيات لوقف دعم الإرهاب ولوقف التدخل في شؤون الدول ووقف التحريض، ولم تلتزم بها. اليوم ما هو الضامن أن الدوحة ستلتزم حتى وأن حلت الأزمة؟ أعتقد في اعتقادي ربما هناك يعني في القيادة القطرية نفسها خلاف حول هذا الموضوع، وأعتقد كذلك هناك ضغوطات دولية على قطر في هذا الشأن. كما تعرفين يعني قطر تمول مثلا العناصر الإرهابية في سوريا، في العراق، في ليبيا، مناطق أخرى كثيرة، فربما هناك نوع من الخفايا لا تظهر على السطح. نعم، فأعتقد من هذا المنطلق هم يحاولوا أن يجدوا أرضية مشتركة. وأعتقد يعني في النهاية لابد لقطر أن ترجع إلى الأحضان الخليجية. يعني كل القيادات، كل الحكومات في مجلس التعاون الخليجية هم بصدق يعني يحبوا الشعب القطري بالتأكيد، ولا يريدون له وكان الضرر. هناك تأكيد أن هذه الإجراءات ليست موجهة إلى الشعب القطري، ولكن لتقويم سياسة القطرية. هناك طبعا أوقات حتى من ضمن العائلة الواحدة يحصل خلاف، ولكن احنا بودنا بان يتم هذا حل هذا الخلاف بالطرق السلميه، لان هناك اجندات اجنبيه تحاول ان تشعل الحروب في الخليج، لان هم يعتقدوا من الخليج تقدم اقتصاديا وسياسيا، وهناك مناطق يريدوا ان يجروا. ونامل ان شاء الله بان القاده، املنا كبير في القاده في دول مجلس التعاون والدول العربيه الاخرى، بانهم سوف يستطيعون ان شاء الله في حل هذه المشكله بالطرق الوديه. بالتاكيد عضو مجلس الشورى السيد احمد حداد، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا.